شنو السالفه؟ همسه ماجد ما عندها بطاقه تطب بسيارتها وتقعد في اي بي هي وبنتها، والفنان علي السالم عنده مشتري تقريبا 5 بطاقة ب$1000 في اي بي ما طب بو. هل هو فعلا اشترى وما دخل على مود يسوي هاي الضجه والبلبله ويشوه السمعه، ام فعلا انظلم؟ بهذا الفيديو راح نتعرف على الحقيقه الكامله. وين طلعان عاد علي شمسه؟ انت صاحبة موقف، انا انت انا اخوك، انا اخوك، انا اخوك والله عيب المال هيك العالم خلاص. وحتى اذا عندك بطايق ما راح تفوت. في اي بينا بحجز، في اي بي 5 بطايق والبطاقه ما اخذها ب$200 وما حكيت. اولاده وين يشترون اصدقائك؟ قلت لهم لا ما يخالف عيب، لا تقولون $200 اشتريت البطاقه، ما يخالف مشوها، خلينا ننجح البطوله. قاعد اقدي صار ساعة بالباب اتوسل ابوس بالقنادر ارد اطب، مو عيب عليك. جاد ذن بطايقي $1000 برقبتك ان شاء الله يطلع بيك، ولا محلل ولا موهوب، انت ترجع لي انا باقي بالبصرة، ما ارجع الا اخذ فلوسي منك. هاي منظرها، هاي التنظيم، التنظيم فاشل. انا رجال جاي من بغداد، اجي صار اليوم انا اصور ادعم بالبطولة، اقول هذا بلدي ويستحق من عندي ابسط شيء اقدمه لهذا البلد، اجي ادعم البطولة. إهانة وذلة وخمس بطايق هاي في اي بي انا ما لحقتها. ما خمسة العب اليوم اليوم الغالية خمسة. اصغر متابعين الي يوسف وجناوي دخلوا علي وقالوا عمو المميز اريد متابعينك يصعدون قناتنا ويشوفوها ويشوفون المحتوى مالتنا. ذولا اصغر 2 اشتركوا بقناتهم وكتبوا لهم من طرف المميز، وانا بدوري انطيكم هديه لكم لكل شخص يشترك بقناه يوسف وجناوي ويكتب لهم من طرف المميز ويكتب لهم كلام كلش حلو يشجع، راح اسوي له دعم هديه من عندي بشرط انه يجيني على حساب الانستغرام اللي خلي لي اياه بالتعليق المثبت، بالاضافه الى ايضا قناه يوسف وجناوي موجوده بالتعليق المثبت، ادخل عليها وهم يتابعون كل تعليقاتكم، فريد نفرح ذولا الحلوين ونشوف غيرة متابعيني.